ازيكم؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بألف خير. يلا نبتدي زي ما احنا متعودين ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه وتم التسليم. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل جمبري بالخضار، تحفه جدا، او صينيه جمبري بالخضار فظيعه. اول حاجه بغسل طبعا الجمبري وشيل الخط اللي في النص وبتبله بملح وفلفل اسود وكمون وتوم، واسيبه مثلا ساعه كده او نص ساعه، من نص ساعة لساعة. وبعدين بقطع له جزر، فلفل اخضر، طماطم وبصل. تابعوني بقى عشان تشوفوا الطريقة. بصوا يا بنات، اول حاجة هضيف البصل، اوكي اهو، خلاص، وهقلب كل ده. بصل بس يدبل كده حاجة بسيطة، وهنزل بقى تدريجيا بالفلفل والجزر والطماطم. خلاص وشوفوا كده اما يخلص باذن الله. نزلت دلوقتي اهو بالفلفل، وبعد كده هحط الجزر، واخر حاجه خالص الطماطم، ونشوفه بقى ان شاء الله في النهايه. بعد كده ضفت الجزر والطماطم، نشوفه بقى ان شاء الله في طبق التقديم. بالف هنا. هنا يا بنات خلاص اهو الجمبري دخل على سوا، بعد اضافه كل بقى الحاجات اللي قلت لكم عليه، جزر، بصل، طماطم، فلفل وكمون وفلفل اسود وكزبره طبعا، تحفة والريحة خطيرة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ نشوفه بقى ان شاء الله في طبق التقديم، وبألف هنا. احلى صينية جمبري بالخضار بطريقتي. هنا يا بنات خلاص اهو الجمبري دخل على سوا، بعد اضافة كل بقى الحاجات اللي قلت لكم عليه، جزر، بصل، طماطم، فلفل وكمون وفلفل اسود وكزبرة طبعا، تحفة والريحة خطيرة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ نشوفه بقى ان شاء الله في طبق التقديم، وبألف هنا. احلى صينية جمبري بالخضار بطريقتي. خلصنا كده خلاص، وحطينا الاكل في طبق التقديم. الجمبري اهو زي ما انتم شايفين تحفه جدا، وشهي الجمبري او صينيه جمبري بطريقتي، وجرجير طبعا، ورز صياديه بالجزر، وسلطه. عايزين كل وصفه لوحدها على قناه سفره الهام. بالف هنا.